السلام عليكم. شوف ازاي نضيف تأثير زي ضباب كده في قلب الصورة. هروح هنا لسيتنج من عادات الفي ري وهقول له انا عايز الانفيرومنت، واقول له انفيرومنت فوج عايز ابدأ اضيف بعض الضباب، وليكن مثلا بالالوان ديت، وهقول له مثلا الهاي بتاع الفوج قد ايه، اضيف اضاءة صناعية مثلا، افكت باك جراوند، المسافات اللي انت عايزها. وبعد كده بتقول له انا عايز اعمل رندر تاني، فبيبدأ يعمل الرندر زي ما انت شايف في تأثير كده للضباب خارج اللقطة. ممكن تيجي هنا تغير الألوان ديت، تخلي الضباب مثلا بالشكل دوت. وتقول له اعمل الرندر تاني. فبيبدأ يغير الإعدادات بتاعته.